20 التاسعة صباحا يوم الثلاثاء، قطع الطرق الرئيسية في النجف الأشرف، قطع ساعة الإسكان الساعة 9 صباحا من قبل المحتجين احتجاجا على الفراغ الدستوري، احتجاجا على الفراغ الدستوري وترشيح الشخصيات الحزبية لرئاسة الوزراء، واستمرار بقطع الطرق إلى حين تلبية مطالب المحتجين. شارع الإسكان، شارع الإسكان، جسر الإسكان كله مغلق فقط الحالات الطارئة، فقط الحالات الطارئة.